تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من قناة صلاح الدين. يرعى محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل الأحد المؤتمر الأول للمبادرة الإعلامية الذي سيتدارس خلاله أفضل السبل للارتقاء بالواقع الإعلامي في صلاح الدين بمشاركة مراسلي القنوات الفضائية والوكالات والإذاعات والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن توجه المحافظ لإرساء قواعد عمل مهنية توازن بين حق الوصول إلى المعلومة ورفض استخدامها للجدل أو الاستهداف السياسي بقدر توظيفها للمحافظة على السلم الأهلي في صلاح الدين.